والتعزية هي التسلية وليس هو الاجتماع. والتعزية تحصل بأي طريقة كانت، ولا سيما في هذا الزمن، ربما برسالة جوال، ربما بمهاتفة الشخص عن طريق الجوال أو أي وسيلة من الوسائل، ولا يلزم الحضور، لأن المقصود هو تسليته وليس المقصود أن يجتمع معه. وأما بالنسبة إلى سفر هؤلاء فهو من حيث الأصل لم يأتي الشرع بالمنع، وإنما أمر بتعزيته، فإن أتى فإنه حينها لا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا يشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، لا يدخل، لأن المقصود هنا البقعة، المكان، هو لم يقصد بقعته، وإنما قصد شخصا ليعزيه. فإنه إن منع منعا مطلقا فإنه يمنع أيضا من هو أقرب الناس إلى هذا الميت. تصور لو أن ابنا له أو أخا له في بلدة أخرى ومنع من السفر للتعزية، ليس على هذا المنع دليل، فكما أجيز للقريب يجوز للبعيد، فقد يكون البعيد أشفق وأرحم، ويمكن أن تكون المصيبة على البعيد أعظم بموت هذا الإنسان من نزولها على قريبه لوجود الصداقة والمحبة بينهما. فلا مانع من السفر، والأفضل أن يقتصر على أي وسيلة من وسائل التواصل أو الاتصال ويكفي في تسليته.